اللي احنا عملنا لها اناليسيس. في ممبرز اكيد انت لقيت عليها تنشن، في ممبرز عليها كومبريشن، وفي ممبرز ثانيه ممكن تنزيلهم صح. وبالتالي السؤال بتاع الاقي فين التنشن ممبرز ده، اكيد في اي كراس، اي كراس ستراكشر، سواء بقى كان تاور او كان حاجه زي اللي احنا عملناها دي، او اي حاجه فيها تاي اليمنت ممكن تلاقي فيها تنشن. طب ايه البروس سيكشنز اللي ممكن اصممها وتبقى ده كده البروس سيكشن بتاعي للتنشن ممبر؟ هنشوف الكلام ده، او هو ده المحتوى اللي حواليه بتدور المحاضره بتاعتنا. طبعا انا دي شويه صور كده بتبين لك ان ده مثلا تراس، وبالتالي ده احد الحاجات اللي انا ممكن الاقي فيها عناصر معرضه للتنشن اللي احنا عايزين نصممها. ممكن طبعا في البريسنج سيستم اللي احنا شفنا بيتحط ازاي او الاماكن بتاعته، اكيد هيبقى فيه اليمنت منه كومبريشن وفيه اليمنت ثانيه تنشن ممبرز. ممكن لو بنتكلم على حاجه سبيس تراس برضه، اكيد في السبيس تراس طالما في تراس موجود عندي، يعني اكسيال فورسز موجوده في الممبرز الموجوده عندي، فاكيد هلاقي فيه كومبريشن. ممكن نفس الكلام ده الاقيه مثلا في الكباري، لو الكوبري اللي عندي بشكل تراس برضه اكيد هلاقي فيه تنشن ممبرز. طبعا في الفريمز لو احنا عندنا الاستراكشر سيستم بتاعنا كفريم، فقلنا ان برضه ممكن الاقي التنشن ممبر دي في السيستم بتاع البريسنج بتاعه، سواء كان فيرتيكال او هوريزونتال بريسنج. طيب القطاعات بقى اللي احنا ممكن نستخدمها بقى للتنشن ممبر دي الاشكال بتاعت القطاعات. طبعا بعضها اكيد اتعرفتوا عليه في ماده الرسم المدني، سواء في اولى مدني او في الرسم الاعدادي. دول المرحلتين اللي انتوا تعرضتوا فيهم لاشكال قطاعات معدنيه ورسمتوها، عرفتوا ان ليها دايمنشنز معينه تقدر تتعرف عليها، في ويب، في فلانج، في تخانه ويب، في تخانه فلانج، لو القطاع بتاعك هاي سيكشن او تشانل سيكشن. اما لو هو انجلز فغالبا الانجلز بيبقى ليها تخانه واحده، قد تكون الانجلز دي ايكوال وليكس نفس السايز، او ان هي تبقى ار ايكوال انجلز. تتخيل انها موجوده في التنشن ممبر. طبعا هي مش كل الكروس سيكشن، بمعنى ايه؟ دي للكروس سيكشنز الاساسيه اللي موجوده عندك. يعني اي قطاع تنشن ممبر هيبقى يا اما من القطاعات الموجوده عندك في الصوره الحاليه، سواء كان انجلز او بوكس سيكشن او تي سيكشن او اي سيكشن او شانل او بايب او ريكتانجل سيكشن. خلاص؟ كله سيكشن. وممكن لو الموضوع عندي فورسز عاليه او محتاج ليها ستيفنس عاليه، احتاج ان انا اخد القطاعات المختلفه دي واركبها في بعض. عشان كده كان جزء من الحاجات اللي انت درستها ازاي تحسب سي جي لشكل هندسي. يعني لو عندك مثلا قلنا ان الشكل ده متكون من تو انجلز، فقلت لك احسب لي السي جي بتاع تو انجلز او الانيرشيا بتاعت تو انجلز او اي حاجه لقطاع مركب من كذا حاجه، هتقدر تحسب السي جي وتحسب الاي سيكشن بتاع الانيرشيا، ممكن انيرشيا اي اكس واي 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 حاجه تخص الجيومتري بتاعت الايه؟ كروس سيكشن بتاعتك. عشان كده هنلاقي في قطاعات، دي كده القطاعات اللي هي العاديه، ودي القطاعات الكومباوند او اللي ايه؟ بتتركب من القطاعات اللي فاتت. خلاص؟ طبعا كوني اركب قطاع زي كده بحتاجه لعده اسباب. ممكن احتاج مثلا قطاع لتنشن فورس معينه، فما الاقيش ان القطاع الواحد يقدر يشيلها، فبالتالي مش هيبقى عندي بديل غير ان انا اجيب قطاعين. خلاص؟ ممكن في احيان ثانيه القطاع اللي موجود عندي ده ما عنديش غير اليمنتس معينه، مثلا زوايا بسايز معين ومجموعه بليدز انواع دي اللي موجوده عندي، وانا محتاج قطاع يبقى ليه ستيفنس عاليه، ليه انيرشيا عاليه. خلاص؟ فبالتالي كل اللي انا هعمله هاخد الاشكال دي واوظفها بشكل معين والحمها ببعض او اربطها ببعض بحيث تديني شكل مركب يديني الايه؟ الانيرشيا او الستيفنس اللي انا عايزه. عشان كده في هنلاقي في قطاعات عندنا مركبه، لكن اكتر قطاعات هنتعامل معاها في الديزاين بتاع الترم ده اللي هو خاص بالتنشن والكونديشن ممبر هيبقى الانجلز، سواء بقى كانت سنجل انجل، دبل انجل، ايكوال، ان ايكوال، ده كده المين كروس سيكشنز اللي احنا ايه هنتعامل معاها في التنشن ممبر. طبعا في الكونديشن ممبر هي نفس الكلام، لكن لما نوصل للكولومز اللي هي المفروض بقى شايله كل الاستراكشر ده وشايله كل الكومبريشن، فاكيد هحتاج قطاعات كبيره. هنبص لان احنا هنختار ليها قطاع اي سيكشن بشكل اساسي.
طيب ده كده عن اشكال القطاع. طبعا القطاع دي في الاخر يا اما بتتركب في بعض عن طريق مسامير بتتربط، يا اما بتتجمع مع بعض ان هي تتلحم، مفيش اوبشن تالت، يا لحام يا ايه يا مسامير. طيب كل الكلام اللي فات ده كده مقدمه يعني ايه الاقي فين التنشن ممبر وايه الكروس سكشنز بتاعه. لكن بقى الديزاين بقى بتاعه، الديزاين بتاعه لما بنقول ان احنا بنعمل ديزاين للتنشن ممبر بيبقى عندي تو ليمت ستيت اساسيين. طبعا نرجع تاني لحاجه انتوا درستوها في التصميم الخرسانه، في عندنا حاجه اسمها سترينث ليمت ستيت وحاجه اسمها ايه سيرفيسابيلتي ليمت ستيت. حد عارف الفرق بين الاثنين؟ الايه؟ ايوه جميل. ممتاز بالظبط زي ما زميلنا قال، هو ده كده ببساطه الفرق ما بين السترينث والسيرفيسابيلتي. السيرفيسابيلتي انا ما بتعاملش هنا مع القطاع كستريسز عليه، لا انا بتعامل مع القطاع ده كديفورميشن، في ديفليكشن معين، او مثلا لو بتكلم على فريم، الفريم ده في النقطه اللي فوق ممكن يحصل له سوي او حركه افقيه بقيمه معينه. خلاص ده اللي انا بتكلم عليه النواحي التشغيليه، لان النواحي دي اللي ممكن تبقى محسوسه. يعني ممكن واحد يدخل مثلا قاع زي كده او في اي مكان تاني ويلاقي ان السقف ده كده فيه ريفليكشن عادي، دي كده كناحيه نفسيه انت هتبقى مرتاح ان انت تبقى تحت السقف بالشكل ده. لا انت اول ما تشوف كده لا ابعد يا عم عن المكان ده لان ممكن يقع فوق المبنى، وممكن يكون المبنى تمام مفيش فيه مشكله، بس مجرد الشكل اللي مش طبيعي اللي انت شايفه ده خلاك ان انت نفسيا ما تبقاش مرتاح ان انت في المكان ده او تبعد عن الاستراكشر ده. فدي الناحيه اللي هي بنسميها سيرفيسابيلتي او تشغيل. اما الناحيه بتاعت السترينث اللي هي الاساسيه عندي اللي هي متعلقه بالفورس، انا عندي فورس معينه دلوقتي انا بتكلم على تراس ميمبرز عليها تنشن او كومبريشن، يبقى هي دي المين فورسز اللي عندي وعايز احقق مين سترينث معين لتنشن ميمبر او كومبريشن. المرحله الحاليه انا بتكلم على تنشن ميمبر. طيب ايه الليمت ستيت بقى بتاع السترينث بتاعه؟ عندي حاجتين، احنا قلنا في الاول خالص لما اتكلمنا على الستيل ومميزات الستيل والبروبريتيز او الميكانيكال بروبريتيز بتاعت الستيل، قلنا في من فواصل الستيل اللي انا عايز اعرفها لما اقول لك عندك ستيل 37 او 34 او 52 بيترجم اوتوماتيك ان عندك ايه فيلد قيمه وايه في الطن ايه قيمه تانيه. وقبل كده في دراسات سابقه سواء في ماتيريال او سواء مثلا في يعني اعدادي هندسه خدت الستريس فين كيرف بتاع الايه؟ الستيل او الماتيريالز المختلفه. عرفت ان في حاجه اسمها ايك وحاجه اسمها فراكشر والتيميت والكلام ده صح؟ فالستريس سترين كيرف بتاع الستيل ماتيريالز عندنا بيبقى ميلي بيجي من اختبارات شد. اختبار الشد ده اللي بقدر اطلع منه الستريس سترين كيرف اللي عندي واقدر اعرف الماتيريال دي هل هي هاي تنسايل ستيل ولا لو كاربون ستيل، وبالتالي من شكل الكيرف بتاعها اقدر اعرف شويه ميكانيكال بروبرتيز قد احتاج بعضها والبعض التاني ممكن ما احتاجوش. خلاص؟ وبالتالي عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده فيبقى في عندي تو ليمت ستيت في الديزاين بتاع التنشن ممبر. حاجه اسمها تنشن ييلدنج والييلد ده بيحصل في الكروس سكشن. الكروس سكشن والليمت الثاني بتاع السترينث اسمه فراكشر. الفراكشر ده هيبقى مرتبط بان السترسز اللي في السكشن او في الماتيريال وصلت لقيمه الالتيميت ستريس. وبالتالي يبقى انا عندي الاثنين دول اللي هقدر اتعامل معاهم عشان اقول الفورس اللي عندي الالتيميت واساويها في السترينث. في حاجه ثانيه تخص بقى الكونكشن بتاعت الممبر. لو قلنا الممبر في الاخر عشان اجمعها مع بعض بتتجمع في النهايات بتاعتها يا اما بمصانير بتتسبب فيها او لحمايه. فهيجي عندنا فيلير تاني او حاجه تانيه هندرسها في الكونكشن، بس دي متعلقه بالمكان بتاع الكونكشن بتاع الممبر ده اسمها شير رابتشر. وهنعرف يعني ايه شير رابتشر ده. اما الجزء اللي هو متعلق بالسيرفيسابيلتي او اللي هو بقى الحاجه الخاصه بالشيت بتاع الممبر ده فهي اللي هي سلندرنس ليميتيشن. اعتقد خدته في الاستراكشر باكلينج صح؟ خدته باكلينج. هو الباكلينج ده هو اللي احنا بنحدد منه موضوع السلندرنس ليميتيشن بتاع الممبر سواء في التنشن او في الكومبريشن. طيب
عايزين نتفق على حاجه، لو ده كده من البطن انا بشد، هل متوقع ان هو يحصل في بطن؟ يبقى كلمه بطن دي مرتبطه بايه؟ اوبريشن. لازم يبقى ضاغط عليه عشان يحصل فيه البطن ده. طب التنشن ممبر ايه اللي هيخلي فيه تنشن في السلندر نس؟ يعني ايه اللي ممكن يسبب فيه الكيرف اللي ممكن يحصل؟ هو لاين كده ستريت طبيعي خلاص، ايه اللي ممكن يخلي فيه الكيرف يحصل فيه؟ انا ما بتكلمش على الاوتوميشن، انا بتكلم الممبر نفسه كممبر. ايه اللي ممكن يخليه وهو تنشن ممبر يبقى فيه يعني نوع من الريفليكشن؟ لا ما هو تاني الحمل عليه السبب بتاعه، الحمل ده هيديني فيه تنشن في وسطه. لا مش هو ده الحاجه الاساسيه. برضه الطول بتاعه زاد، يعني برضه مش هو ده الحاجه الاساسيه. وانا لو في مثلا هتخيل كده عشان اعرف لك دلوقتي. لو في كاميرا عندك كاميرا مفيش عليها احمال طبعا في الوضع بتاعها العادي للقفص كده كده، هتلاقيها ستريت ولا فيها كيرفتشر؟ ده طبعا لو جبنا الميكروسكوب اكيد لو جايه بالعين وهي سلامها ما اتطرفتش هيبقى في حاجه، هتيجي تشوفها بس هيبقى في ريفليكشن ولا لا؟ فيها ريفليكشن، قد يكون الريفليكشن بتاعها ده طبعا مش مرئي وبالتالي هو في حدود المسموح بتاعها اللي هو السيرفس ليميت بتاعها، فبالتالي ما عنديش فيها مشكله. وقد يكون زايد عن الحد بتاعه، زي مثلا ما قلنا كده مثال لو دخلت مكان ولقيت فيه ريفليكشن حتى لو ما فيش عليه اعمال انا هبقى خايف ان انا ايه جوه المكان. صح؟ نفس الكلام. طب نتخيل الكاميرا اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني بدل ما هي افقيه تماما كده ميلناها شويه، هل ده هياثر في الديفليكشن بتاعها؟ يعني الديفليكشن اللي حصل يعني مش هتفضل ستريت ولا هتفضل ستريت؟ هو ما زال الديفليكشن موجود لان وزنها ما زال موجود، فبالتالي هيفضل موجود، لكن تاني مرئي او مش مرئي ده مش الموضوع، هنتكلم فيه ديفليكشن ولا لا؟ نتيجه الوزن الذاتي بتاع العين. خلاص؟ ففي حالة التنشن ممبر الليمت ده موجود عشان حتة الوزن الذات بتاع الممبر مش حاجة تانية، مش نتيجة الأحمال اللي موجودة على الاستراكشر والتنشن فورس اللي فيه فهتعمل لي ديفليكشن أو هتعمل لي نوع من البوتلنج أو كيرفتشر فيه، لا هو نتيجة وزنه هو الطبيعي هيحصل فيه حاجة اسمها ساجن. ساجن دي يعني حاجة يعني ديفليكشن نتيجة الأون ويت بتاعه خلاص، حتى لو مفيش عليه فورس، لكن وانس إن هو عليه فورس بقى شد خلاص حتى الساجن ده مش هيبقى موجود لان الشد ده هيقلل الايه؟ الساجن بتاعه. نفس الكلام لو البيم اللي عندك دي نتيجه وزنها ده في ديفليكشن وانت شددتها ايه اللي هيحصل؟ الديفليكشن بتاع ده هيزيد ولا هيقل ولا ايه اللي هيحصل؟ هيقل خلاص. يبقى حل اي مشكله فيها ديفليكشن ان انا احاول احط تنشن فورس في الممبر ده بحيث ان هو يرجع ستريت خلاص. طبعا لو عملت كده هقدر اعلي السترينث بتاعت الايه؟ الممبر ده من ناحيه الاحمال. طيب نشوف بقى الليمت ستيتس اللي عندنا دي ازاي بنطبقها احنا في معادلات تصميم. طبعا الكونسبت الاساسي او المبدا الرئيسي اللي موجود عندنا واساسي في الديزاين ان لازم ان السبميشن اللوز اللي هي التيمت اللي انت حسبتها من اقصى واسوء كومبينيشن على الممبر اللي انت بتدرسه او هتعمله تصميم لازم تكون اقل من السترين اللي هو بتاع الممبر نفسه. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل كده لو انا عندي مثلا عمود او كاميرا او اي حاجه مثلا الماكسيمم سترين او الماكسيمم لود اللي عليها سواء مومنت او اكسل او حاجه قيمه ولتكن 100 طن او 100 طن متر خلاص؟ فانا لما هعملها ديزاين هل هصممها على 99؟ اكيد مش هصممها على 99، ولو صممتها على 100 ابقى انا كده يعني ايه برضه مش مرتاح. انا وارد يبقى في حاجات كتير في الحسابات مش مظبوطه بالرغم ان في فاكتور اوف سيفتي احنا قلنا بيعالج الكلام ده كله خلاص، لكن انا مرتاح اكتر لو انا صممتها ان هي تشيل بدل ال 100 دي او بدل الرقم اللي هو موجود عليه 110 او 120 خلاص. يبقى بالتالي لازم السترينث بتاع الكروس سكشن اللي انت اخترته ده تحت اي ظرف من الظروف او اي حال من الاحوال يكون اكبر من الالتيميت لود اللي انت مصمم عليه.
الالتيميت رول بقى ده على حسب بقى انت بتصمم تنشن ممبر ولا كاميرا ولا بتصمم ايه، فهل هيبقى تنشن فورس ولا مومنت ولا شير ولا على حسب الالتيميت ده. لكن نرجع نقول ان احنا هنا بنتكلم على تنشن ممبر، فده كده بيمثل الالتيميت فورس اللي موجوده فيه من اسوء كومبينيشن اللي انت عملتوه بالفعل في الشيت اللي كان معاك. والترم الثاني اللي هو 5 دي بي نومينال ده اللي هو السترينث بتاع الطباعة. قلنا الفاي دي هتتغير بتغير الحاجه اللي انا مصمم ليها، والبي نومينال دي ليها ايكويشن هنشوفها دي ايه البارامترز اللي موجوده. فنيجي بقى للسترينث بتاعها. قلنا في عندنا يلد للجروس سكشن، وبالتالي الفاي في الحاله دي للليمت ستيت ده قيمتها 85 مللي. خلاص؟ ده رقم مش هيتغير، يبقى انا لما بتكلم على تنشن ممبر في اليلد ليمت ستيت بتاعه عشان اعمله ديزاين، انا بقارن الالتيميت فورس الموجود عندي او الالتيميت تنشن بمعادله الناحيه الثانيه فيها الفاي 85% والبي نومينال دي عباره عن الفيلد بتاعت الستيل في الاريا جروس بتاعت الجروس. خلاص؟ الفاي دي زي الجروس الفاي دي احنا شرحناها في الاول لما قلنا الديزاين، قلنا الفاي ده عباره عن ريدكشن. خلاص؟ طيب يبقى احنا كل الكلام ده كده ده خلاص فهمته مرتبط بيه اليلد مش هيتغير عن القيمه دي، وده اللي في طبيعي ان انا بتكلم على يلد يبقى هو اليلد ستريس اللي داخل معايا في الاكويشن. وطالما بقول ان اليلد ده في الجروس سكشن يبقى طبيعي ان انا بتكلم على الاريا جروس بتاع الشكل. خلاص؟ يبقى الفيلير ده لو هيحصل في الممبر اللي موجود عندي ممكن في شيء يروح تاني معايا نومينال ستريس يعني نومينال ستريس معناه اليلد ستريس او الستريس اللي انت مضروب في الاريا او في الجيومتريك بروبرتس اللي هي الخاصه بالحمل اللي انت حاطه. يعني هنا احنا بنتكلم على اكسيال فورس تمييزها طبعا او نيوتن او كيلو باور. خلاص؟ فلازم ده كده يبقى تمييزه نفس الدي. لكن انا لو بتكلم على البي نومينال دي هنا مومنت مش هتبقى دي هتبقى ام نومينال، وبالتالي هتبقى اف دي بس بدل هنا يبص تبقى في اس اكس اللي هي الـ Moments of Section اللي هي الانيرشيا على اتش على 2 او على فورس على 2 او وات ايفر. خلاص؟ فلو احنا بنتكلم على شير، الشير برضه ما زال هو فورس تمييزها طبعا، يبقى هلاقي هنا ايه فيلد مضروع في ايه؟ في اريا. بس فده كده الجزء ده من غير الريدكشن ده هو ده النومينالز. خلاص؟ سواء بقى كان ايه فيلد دي في اريا ولا ايه فيلد دي في اس اكس او زد اكس بتاعت الطباعه. ماشي؟ طيب يبقى ده كده احنا كنا بنقول دلوقتي ايه؟ لو عندي الممبر اللي موجود ده تخيل ان ده كده ممبر فورس. طبعا مثلا انا شكل الفورس الموجود عندي كده. خلاص؟ وانا تخيل ان الممبر ده اللي هو الحته دي. خدناها بره كده وكبرت. خلاص؟ طبعا الممبر ده اللي موجود في الاخر هنا طبعا في ممبر تاني. واحد كده في واحد هنا فيرتيكال في واحد ميل كده في واحد تاني. خلاص ده انا خدت الممبر ده كده وهو ده اللي انا حاطه مثلا عندي. طبعا المفروض اللينك الثانيه بتاعته نفس الكلام، هنا في ممبر وفي فيرتيكال واحد هنا جاي. خلاص؟ ده اللي انا بلبسه مثلا. فالليمت ده ما بين الجوينت دي وما بين الجوينت دي هو كده ما فيش فيه اي حاجه، يعني ما فيش فيه ثقوب ولا ما فيش فيه مثلا قطع ولا اي حاجه، هو حته واحده صح؟ فالليمت ستيت ده اللي هو بتاع الجلد ده موجود هنا. اي مكان بقى في الطول ده بعيد عن الكونكشن او بعيد عن نهايه الممبر او بعيد عن المكان اللي فيه لحامات او فيه المسامير اللي هتثبت الممبر ده. خلاص؟ فده الليمت ستيت الاولاني بتاع الايه؟ تنشن ممبر. يبقى اول ليمت ستيت اللي هو عندي فاي في كتف في الاريا جروس ده المكان بتاعه. خلاص؟ لكن المكان اللي فيه الكونكشن نفسها قد يكون زي ما اتفقنا الكونكشن دي او التثبيت بتاع الممبر ده في النهايه مسامير او لحام. خلاص؟ انا اتخيل الاسوء اللي هي مسامير، لان المسامير دي معناها ان انا ايه؟ قطعت في الايه؟ في الممبر وعملت
السيركل او الهول اللي موجود عندي دي عشان اسدد ده. خلاص. وبالتالي بقى الكروس سيكشن هنا، هل الكروس سيكشن في المكان ده هو نفس الكروس سيكشن ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب كلام جميل، بس في حاجه انت ما خدتش بالك منها اللي هي ايه؟ الاليمنت ده المسافه من هنا لهنا الطول بتاعه اكبر، صح؟ وبالتالي لو انا بتكلم على الونجيشن هتحصل لمنبر، فنسبه الونجيشن اللي هي الدلتا دي متعلقه بالطول، كل ما الطول يزيد كل ما الالونجيشن هتبقى ايه؟ كبيره، خلاص؟ لكن بالنسبه للحته اللي هي بتثبت بقى فيها بتثبت فيها الالمنت دي، هل هنا الدلتا بتاعتها هتبقى زي باقي الممبر؟ فده مش هيخليني اقدر اقول الكلمه اللي قالها زميلي اللي هي ايه؟ ان القطاع ده كريتيكال. لان ببساطه لو القطاع ده كريتيكال وهو ده اللي بيحكم الديزاين ما كانش بقى في عندي تو ليمت ستيب، واحده يدي واحده فراكشن. خلاص؟ كان من الاول خلاص يا جماعه الممبر ده هو مصمم على الفراكشن اللي هي وخلاص. تمام؟ لكن ليه ده انا ممكن ما يبقاش كريتيكال؟ عشان وجود المصامير اللي هنا دي، تعالى نتكلم مع بعض. الفورس اللي موجوده في المنبر ده في المكان ده الكروس سيكشن بتاعه كده. فالفورس اللي موجوده دي متوزعه على القطاع ده كله في حته اكبر من حته؟ ولا المفروض متوزعه لي متساوي؟ يونيفورم، صح؟ يعني المفروض ان كل ده كده عليه تنشن اكسبريس يونيفورم. قيمة الاستريس اللي عليه اليونيفورم كوانت هو عبارة عن الفورس اللي فيه، اللي في الأطول اللي موجودة فيه. على ذلك طبعا دايما أنا بتكلم على الأكشوال اللي هو موجود فيه، الألتيميت اللي موجود فيه مش الاستريس ده. خلاص؟ فالطبيعي كده إن أنا طالما بعيد عن الكونكشن وبعيد عن أي حاجة وده المنبر كده في أي مكان فيه خلاص ما بين التو جوينتس يبقى معناه إن الفورس اللي موجودة دي متوزعة على القطاع ده بالتساوي. صح؟ لكن تعالى بقى عند الكروس سيكشن ده. الكروس سيكشن اللي هنا ده لو خدناه كده مثلا لو خدناه مثلا وصين كده هلاقي عامل كده. طيب سؤال بسيط، هل متخيل ان الفرص اللي متوزعه هنا تبقى متوزعه بانتظام؟ ليه؟ عشان في هول بس عشان في هول وعشان في حاجه تانية ما انا عادي ممكن مش شرط ان هي تيجي في دماغك لان المفروض ان هي ايه تعرفها في المحاضره دي ان ده هيبقى مربوط مثلا هنا يعني ايه؟ يعني عشان الفورس اللي فيه تفضل منتظمه محتاج ان انا اثبته في الناحيه دي ولو عملت كده يبقى ساعتها اقدر اقول الكلام بتاع زمان اللي هو ايه؟ القطاع كريتيكال هنا. ليه بقى اقول ان هو هنا؟ لان الشكل ده خلاص هو الانجل دي انا رابطها من الجنبين بتوعها وبالتالي الفورسز او الاستريسز في الشكل اللي هنا ده منتظم. فبقت نفس الفورس اللي في اطول دي اللي كانت متوزعه هنا على الاريا نص كامله، لا ده بقى هنا كمان في حته هتتشال وفي هنا حته هتتشال وبقت متوزعه على اريا اقل. فبالتالي بقى ده كريتيكال. خلاص؟ لكن عشان ما بيحصلش كده وعشان التراس انا ما بعرفش الزوايا دي اربطها من ناحيتين وبيبقى التربيط بتاعها في نسبه 99% منها ان هو بيتفضل في رجل واحده بس، كل ده بيساعد ان المنطقه بتاعت الكونكشن دي الاستريسز فيها مش منتظمه. فما اقدرش اقول ان هي كريتيكال واقول ان خلاص هي دي كده تبقى الليمت بتاعها اف دي مثلا في الاريا نت اللي موجوده هنا. اريا نت يعني هي اريا بوس ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ عشان كده عندي ليمت سبيد. ليمت سبيد دي الممبر ما بين الجوينتس او ما بين النهايات بتاعته هو بعيد خالص عن الكونكشن اللي هو فيه الفورسز متوزعه بالنظام على الكروس سكشن بالكامل. خلاص؟ وده كده البي نومينال بتاعتها او الفاي. البي نومينال بتاعتها اللي هي فاي دي 3 فيلد في الاريا بوس. الفاي دي اللي هي 85% ودي اللي فيلد اللي هي بناء على نوع السبيد مجرد ما اقول لك ده سبيد 37 يبقى ده فيلد 2.4. 44 يبقى 82 52 يبقى القيمه على طول 3.0. اريا جروس دي الاريا بتاعت القطاع.
خلاص. والقطاع ده احنا هنجيبه من الجداول، هتبقى عندنا جداول كده كروس سيكشن بتاع الانجل اللي هي 70 في 70 60 في 60 ايا كان الرقم بتاعها او المقاس، هتلاقي عندك الايه؟ الاريا بتاعتها. طيب يبقى ده كده اول ليمت ستيت. ثاني ليمت ستيت اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو عند الكونكشن، ده ليمت ستيت الثاني. في بقى هنا اف اضرب، لان طبيعي لما تعمل التست اللي هو تنشن تست بتلاقي الكيرف بتاعك يمشي ستريت كده، وبعدين لو هو لو كاربون بيمشي شويه يلد للطول، وبعدين بيطلع بعد كده وفي نيكنج بيحصل. خلاص الكلام ده يعني هتاخدوه استفاضه وتفصيل اكتر في نادي الماتيريال او هتاخدوه بعدين. خلاص وعرفتوا مثلا ان الشكل هنا لو احنا بنتكلم على ده كده المرضى بينشكل يوصل في الاخر من هنا للحته دي عند الماتيريال بيبقى شكلها كده. شكلها كده معناه ايه؟ معناه ان الكروس سيكشن عند الفيلير هنا بقى اصغر ما يمكن، ما بقاش الكروس سيكشن ده هو ده، وبالتالي بقى هنا ده هيضرب في الفيلير الفيلير جوس، لكن اللي هنا ده مش هيضرب في الفيلير ده بلس قطع اصلي وصل لمين؟ للقطع. وفي نفس الوقت الاريا اللي هنا ما بقتش هي الاريا جوس، بقت اريا تانيه. خلاص مفهوم الاريا بقى التانيه هنا في الاكويشن دي اللي هي اريا افكت اريا ايه؟ فيكت. طيب هنا ده ستريس ودي اريا، واحنا اتفقنا ان السترينث بتاعك بيبقى دي فاي والنومينال سترينث، ده كده النومينال سترينث بتاع الفراكشن. كويس؟ يبقى فاضل الفاي بتاعته. الفاي بتاعته هل هي 85%؟ لا. الفاي بتاعته 0.7. يبقى الفاي هنا في الحاله دي الفاي دي 0.7. اصلي؟ تاني لان القطع ده او الفيليا ده مش هيحصل غير لما القطع يوصل للقطع. لازم هنا الستريس لا حط ستريس. لو ايه؟ الحاله دي اللي هي بالظبط ما احنا قلنا اهو ايه؟ قلنا ليه انا بعمل تو ليمت ستيت للتنشن ممبر؟ لان انا عندي ما بين الجوينتس بتاعته او ما بين النهايات او ما بين المواصلات بتاعته اللي في الاول والاخر عندي القطاع سليم. فده ممكن تحكمه العلاقه دي اللي هي ايه؟ ليميت ستيت اللي هي فيها الفاي في فيلد في تانيه جروس والفاي دي 85%. لكن عند الكونكشن في حاجات تانيه بتحكمه اللي هي ايه؟ لو الكونكشن فيه مسامير يبقى القطاع كده فيه جزء منه هشيله ما بقاش اريا جروس، بقت اريا جروس ناقص الايه؟ الاريا بتاعت المسمار اللي انا شيلته. بس لا في فاكتور تاني هيدخل عشان يعالج لي ان ده مربوط من ناحيه واحده مش من ناحيتين، يعني القطاع مش كله مربوط، وبالتالي ده هيسبب اكسنتريستي في الحمل بتاعه وهيسبب عدم توزيع الاستريسز عليه بالتساوي عند الكونكشن. خلاص؟ عشان كده دي ما اسمهاش هنا اريا نت. اريا نت انا عندي هنا اريا جروس دي الاريا بتاعت الشكل الكامل. خلاص؟ عندي اريا نت، الاريا نت دي اللي هي نفس الاريا جروس اهي ناقص الفتحه. يعني دي كده ايكوال اريا جروس ناقص الاريا بتاعت الهولز. خلاص؟ لكن اللي احنا مستخدمينها هنا مش اريا نت. احنا مستخدمين هنا اريا افكت. يبقى معناه ان الاريا افكت دي اكيد هتبقى اريا نت مضروبه في حاجه. خلاص؟ لان لو هي اريا نت خلاص هقول اريا نت على طول وخلاص. خلاص؟ لكن الاريا افكتف دي هتبقى اريا نت مضروبه في فاكتور بيعالج ان القطاع ده مربوط في ناحيه واحده مش في الناحيتين. وبالتالي في هنا نقل يوفر سوليوشن للستريسز عادي. طيب كده مبدئيا بس اللي احنا عايزين نوصل له النقطه دي احنا عندنا تو ليمت ستيت، واحده تخص المنبر ما بين الكونكشنز بتاعته ودي بتتعامل مع الجروس سيكشن. واحده ثانيه عند مكان الكونكشن ايا كانت الكونكشن دي حام او مسامير هي الليمت ستيت بتاعها اف اضرب في الايه؟ في الاريا افكت. وبالتالي لو انا عندي قطاع موجود وغير وبقول لك احسب لي الماكسيمم سترينث بتاع القطاع ده. يعني ايه؟ يعني انا اديتك انجل وبالتالي سهل تحسب فيها الاريا جروس من الجدول وتعرفها وقلت لك نوع الحديد كذا فبالتالي عندك اف يلد عندك اف اضرب وقلت لك احسب لي السترينث بتاع القطاع ده الماكسيمم هيبقى ايه؟ فانت هتضطر
ان انت تحسب الايكويشن دي فاي في الفينومينال دي وفاي بتاع ده في الفينومينال بتاعه خلاص. والقيمه الاصغر ولا الاكبر من الاثنين هي دي اللي هتبقى ماكسيمم. ممتاز الاصغر صح، لان لو خدت الاكبر معناه ان الليمت الثاني انا هبقى انا هديته، فبالتالي مش طبيعي ان انا هاخد الايه الاكبر. لو ده الثاني مثلا 10 وده الثاني 12 يبقى معناه ان السترينث بتاع الكروس سكشن اللي انا بقول لك ده ماكسيمم 10 مش 12، لان لو حطيت 12 معناه ان هو ايه حصل تفيليا مش هيقدر يستحمل خلاص. ده كده ككروس سكشن. يبقى القيمه اللي انت طلعتها في الاخر دي اللي هي الاصغر من الاثنين ده اللي يقدر يستحملها القطاع ده. فلو انت هتحط بقى حمل يبقى المفروض يبقى اقل من القيمه اللي يستحملها دي القطاع. ماشي؟ طيب نكمل الكلام ده كده. عندنا هنا طبعا ثلاث شكل ستريس في الكيرف اللي انت متعود عليه بتاع الستيل، وبعد كده ادي اول ليمت ستيل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بتاع الكروس سكشن، وقلنا ده كده خاص باليد وادي الفاكتورز بتاعته، وان الستيل برضه لو حطيت في الاكسيال تنشن ده نوت عاديه. يعني بيقول لك لو انت بتعمل اختبار شكل لاي عنصر ومجرد ما يوصل لليد مش هيحصل فيلير، ده طبيعي في الاستريس فين الكيرف اللي احنا كنا لسه راسمينه او باين في الصوره. بعد ما توصل لليد بيبقى في مرحله كده فيها شبه استقرار شويه، وبعدين بعد كده الديفورميشن اللي حصلت دي ما بتعرفش ترجعها تاني خلاص، لكن ما بيحصلش الفيلير ساعتها خلاص. وبالتالي بيحصل اكسسيف الونجيشن، بتحصل بقى استطاله هنا مش هتقدر مجرد ما تشيل الحمل ان انت ايه ترجع القطاع للطول بتاعه تمام. وبالتالي ده الليمت لاستخدام الممبر اللي هو خاص بالليد ممكن تدخل في السيرفسبل. طيب هنا بقى دي الاجابه اللي كان على السؤال ان احنا او مش السؤال اللي زميلنا قاله ان القطاع ده اكيد كريتيكال هنا مش هنا. فهنا بيقول لك ايه؟ يدي اوف نت اريا. كان ممكن واحد يقول طب ما ممكن احنا ناخد بقى الفيلد ده كده اللي هو ده ونقول حصل في الحته دي. طبعا الكلام ده مش هينفع. ليه؟ لان زي ما قلنا الاستريس هنا مش وسائل انتظار، دي رقم واحد. هنا المسافه اللي هي بتاعت التثبيت دي مش هتدي استطاله بنفس المقدار بتاع اللي المسافه اللي هنا. اولا ده تكون اكبر والقطاع هنا يونيفورم، فالاستطاله بتاعته هتبقى رقم ثاني مختلف تماما عن اللي ممكن يبقى موجود هنا. عشان كده استحاله ان انت تقول ان التغيير هيحصل عند الكونكشن ويبقى ده كده خلاص. طيب ده اكزامبل سريعا كده تطبيق على الكلام اللي احنا بنقوله ده. ده تطبيق مباشر. ادي كده بليد. البليد ده عباره عن 12 مللي تخانق و100 مللي عرض كويس، والستيل بتاعه 52، وده مستخدم از تنشن ممبر. ده تنشن ممبر وعايزين نعرف ايه الليمت ستيت بتاع اليلد بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه انا عايز اعرف هنا ده كده كروس سكشن اللي هنا عباره عن الشكل ده كده 12 مللي وده كده 100 مللي خلاص. انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف هنا الفاي في البي نومال بتاعته نتيجه الايه؟ الليمت ستيت اللي احنا قلنا عليه ده في الاريا كروس. طبعا في الفاي اللي هي 0.5 اللي هي. طيب دي فيلد هنا هو الستيل كام؟ يبقى ده فيلد كام؟ 3.6 ممتاز. الاريا بتاعته ده ريكتانجل عادي. الاريا بتاعته كام؟ 12 في 100 صح؟ بس ده تمييزه طن على صمت التربيع وده المللي خلاص. يبقى ده كده المفروض يبقى على 10 وده على 10 صح كده؟ طيب لحد هنا في مشكله؟ طب الفاي دي هتتغير في ليه؟ لا مش هتتغير، هي في اليلد القيمه بتاعتها 85% صح؟ بس هو ده كده اللي هحسبه عشان اطلع اليلد ليمت ستيت او اليلد سترينث بتاع البليد ده. طب واحد هيقول لي طب امال احنا حاطين ده ليه؟ لا ما هو ده عشان بس هنكمل بعد كده نشوف الموضوع بتاع الفراكشر بتاعه هيطلع كام عشان نقارن بعد كده ونكتب فيه. طيب الكلام ده لما هنحسب فيه القيم دي هنلاقي بس تعويض مباشر زي ما احنا شايفين كده خلاص. وبالتالي
وبالتالي هتطلع لي الفورس اللي يقدر يشيلها البيت ده في الاخر هو يقدر يشيل كام؟ 36 و72 نيوتن. خلاص يبقى ده كده الفاي تي البينومال ده الاساس بتاعه، يعني القطاع ده يقدر يشيل الحمل ده اهو. وبالتالي لو انت مطلوب منك تحط عليه حمل، او لو انا اديتك مثلا هنا قلت لك البي دي مثلا 35 طن وقول ان القطاع ده سيف ولا عن سيف، يبقى معناه ان انت هتطلع في كده 36 و72 والقطاع عليه 35، يبقى ده كده سيف ولا عن سيف؟ سيف. ولو قلت لك العكس بقى القطاع ده عليه 38 طن، يبقى معناه ان هو مش هيقدر يشيل 38 لانه يقدر يشيل ماكسيموم 36 وكام؟ و7. طيب اقترب صلاة الظهر. لو عندنا بقى بدل البيت ده انجل، وده اللي احنا هنشتغل عليه، هتختلف في حاجه؟ مش هتختلف في حاجه خالص. لو احنا ستيلت ان احنا بنتكلم على الايف، هي ما زالت الفاي دي الاف ايف اريا بروس. كل الموضوع ان دي انجل، انا مش هعرف احسبها زي البيت كده استخانه في عرض وطوال. خلاص؟ لازم تكون معايا جداول اطلع منها الانجل دي، او لازم اديك هنا مثلا في المساله اقول لك الانجل دي مساحتها كذا، الكروس سكشن بتاعها كارير بص مساحته كذا عشان تعوض وتطلع فيه، صح؟ ده كل اللي الاختلاف ما بين الاثنين. طيب الانجل دي المفروض احنا من الجداول، ما اعرفش سهلتوا عدلتوا ولا لا. ايوه كويس. ادي الاكزامبل اهو ببساطه، كل اللي حصل عوضنا تعويض مباشر. ده كان السيل 37 يبقى الاف يلد بتاعته كام؟ 2.4. خلاص الاريا جروس بتاعت الانجل دي كده هتدخل الجداول الانجل اللي هي ايكوال 70 في 70 في 7 وتشوف الاريا جروس بتاعتها كام؟ هتلاقي الاريا جروس بتاعتها 9.4 سم تربيع. يبقى ده هيديك نومينال سترينث بتاعه. نومينال سترينث ده هتضربه في الفاي بتاعت الايل اللي هي 85%، يبقى القطاع ده يقدر يشيل 19 و17% فقط. سهل الكلام ده؟ ده اللي انت هتحسبه في السكشن الاول المسالتين، يعني تعويض مباشر. انت ممكن قبل السكشن اصلا تكون حاسبه. تاني يا شباب تاني، زميلنا هنا بيقول دي اكبر قوه هتحملها القطاع. لا، دي اكبر قوه لحد الليمت ستيت اللي انت هتدرسه ده. لكن الطبيعي ان انا هدرس الاثنين ليمت ستيت الايف والايه؟ والفراكشن، صح؟ كل الكلام ده انا مطبق لك بس على الايف، كمان شويه هنرجع نطبق على ايه؟ على الفراكشن عشان نشوف فين القيمه اللي ماكسيموم سترينث بتاع القطاع. تمام؟ يعني ايه سم تربيع؟ لان الستريس اللي انا واخده هنا طلع على سم تربيع. لو انت شغال واحده ثانيه ملي تربيع يبقى الاريا بالملي. سم سم مجهول فوق كده تحت كده الاريا سم تربيع. افتح بس البتاع كده عشان تتاكد، عشان لو مش موجوده نحطها في بس. خلاص؟ لحد هنا كده خلاص التطبيق بتاع الاريا جروس واليلد ستريس ده كده المفروض ان احنا اتطبقنا عليه كل حاجه دي. فنيجي بقى للمرحله الثانيه اللي هو الايه؟ الفراكشن. طيب ما زال كده ان الفراكشن طبقا للكلام اللي احنا بنقوله ده هو برضه الفاصل في اريا افكتد و 3 فاي. الفاي دي مش هتتغير في الفراكشن، هي اي فراكشن بوينت 7. خلاص؟ برضه الاف التمت هو نوع الستيل اللي اف التمت واحده. يبقى الحاجه اللي انا مطلوب اعملها ايه؟ بجيب مين؟ الاريا افكتد. خلاص؟ يبقى واضح الفراكشن الاريا افكتد دي هي اكتر حاجه هتبقى محتاجه منك مجهود ان انت تحسبها. طيب اريا افكتف نرجع هنا اللي احنا قلناه القطاع الكامل الاريا بتاعته اسمها اريا بوس. لو في مصاريف يبقى في حته هتتشال للهول بتاع المسمار دي كده، وبالتالي هيبقى في حاجه اسمها اريا نت. الاريا نت هتساوي الاريا جروس ناقص الاريا بتاعت الهول اللي جوه. طب انا قلت الاريا بتاعت الهول ما قلتش الاريا بتاعت المسمار، صح؟ الهول دي كده المفروض ان انا هربط بمسمار معين، صح؟ فالطبيعي الهول دي تتعمل على قد القطر بتاع المسمار. هيبقى داخل فيها محشور، ولو هي مش معموله مظبوط شويه مش هعرف ادخلها، صح؟ فطبيعي ان هي تبقى فيها نسبه خلوص، صح؟ عشان كده انا بقول لك الاريا بتاعت الهول. ليه؟ لان الدايمتر ده اسمه دايمتر الهول بيساوي دايمتر المسمار زائد كليرنس. كليرنس ده بقى يعني الناس بتاعت التصنيع بتاعت المصامير والكلام ده حطوا ليهم ليميت معين.
قال لك لو المشروع بتاعك لحد قطر 14 ملي فانت ممكن تضيف 1 ملي بس. يعني لو المسمار قطره 12 الفتحه بتاعته 13، لو المسمار لو فيه 13 يبقى الفتحه 14، لو هو 14 يبقى الفتحه بتاعته كام؟ 15. خلاص كده؟ ده كده من 12 او اقل لحد 14. طب بعد ال 14 هتبقى 2 ملي لحد كام؟ لحد مسمار 24. ده الدايره بتاعته كام؟ خلاص؟ بعد ال 24 بقت 3 ملي. فاحنا عشان ما تبقاش فيه اللخبطه دي كلها، الرقم دي موجوده في الهول، خلاص؟ هنتفق ان احنا الهول بتاعت المسمار انا اعتبرها دايمتر المسمار زائد 2 ملي. خلاص؟ يبقى اي قطر مسمار هيجي لك هتزود عليه 2 ملي، ويعتبر ده الدايمتر بتاع الايه؟ بتاع الهول الموجود عندك. طيب يبقى الاريا نت عباره عن اريا جروس، خلاص دي موجوده من الجدول هجيبها واحطها، ناقص الاريا هول. طب وارد جدا ان يكون عندي اكثر من مسمار، يعني ممكن الانجل دي كبيره شويه وممكن احط فيها مسمارين، يبقى ساعتها هنا محتاج ان اعمل سميشن للاريا هول، عشان لو واحده خلاص هي فتحه واحده او مسمار واحد، لو هما اثنين على نفس الكروس سكشن يبقى قياس اثنين اكتر فاقل، يبقى ده العدد اللي انا ايه؟ فتره. خلاص كده؟ طيب يبقى كده ده الاريا نت. هنا الاريا افكتيف بقى هتساوي الاريا نت دي في فاكتور. احنا قلنا مشكله الكونكشن هنا ايه؟ مشكله الكونكشن هنا ان انا ما بعرفش اربط الجنبين بتوع الزاويه، بربط جنب واحد، ولما بربط جنب واحد ده بيعمل لي سمبلستي. الجنب اللي هو مربوط ده بيبقى خلاص يعني حاجه خلاص ماسكه ما فيش فيها مشكله. المشكله عندي في الجزء اللي هو ايه؟ مش ممسوك. خلاص؟ وبالتالي بيعمل لي عدم توزيع للستريس. فعشان كده الاريا افكتيف دي بتساوي الاريا نت في فاكتور هنا هيبقى مرتبط بالاكسنتريستي بتاعت الرجل اللي مربوطه. خلاص؟ في طول الكونكشن. يعني ايه؟ يعني الكونكشن دي مثلا هنا عندي فيه مسمارين. سنتر المسمار الاولاني لحد اخر مسمار في الكونكشن هو ده كده الطول بتاع الايه؟ الكونكشن اللي جوينت. طيب لو دي فيها خمس مسامير يبقى الباك المسمار عندي اهو يبقى هو ده كده طول الايه؟ الكونكشن. طب هعمل انا ايه بقى طول الكونكشن؟ انا عندي الاكسنتريستي اللي هي اكس اللي هي في الغالب هتبقى عندك اللي هي الايد بتاعت الانجل نفسها اللي هي في الجدول خلاص؟ وعندك الطول بتاع الجوينت. انا اعرف ازاي ان في فاكتور هنا اسمه يو ده اللي بيتحسب بناء على العلاقه دي عشان يديني الافكت بتاعه تحديدا. اليو دي حاجه اسمها شير لاج اللي هو نتيجه عدم انتظام الستريسز عند الكونكشن في النهايه، وده بيتحسب ان هو واحد ناقص الاكس. عرفنا الاكس اللي هي الاكسنتريستي ما بين الرجل اللي مربوطه مش الثانيه خلاص لحد الايه؟ لحد السي جي بتاع الممبر ماشي؟ مقسومه على ال ده ال جوينت. طبيعي طالما ده فاكتور المفروض يقلل القيمه بتاعت الاريا دي، فطبيعي ان هو يبقى اكبر من واحد ولا اصغر من واحد؟ طبيعي ان هو يبقى اصغر من واحد. امتى يبقى واحد؟ بالظبط زي ما زميلنا قال احنا لسه قايلين الكلام ده. قلنا لو القطاع عندي ممسوك من هنا وهنا خلاص الاستريسز هتبقى منتظمه. يعني في حاله الاستريسز منتظمه ما عنديش انا المشكله بتاعت الايه؟ ان في عدم توزيع بانتظام فين؟ عند الكونكشن. خلاص؟ قلنا ان ده ما بيتحققش ما بعرفش احققه بنسبه 99%. خلاص؟ لكن لو هو ده بس لو ده اتحقق كده ما بقاش عندي بقت كلمه الكلوب دي بواحد. لكن غير كده الكوشن دي بيقول لك الكلوب بتاعتك المفروض تبقى ايه؟ ما تعديش بوينت 9. خلاص؟ طيب الكوشن دي فيها حاجتين، فيها الواحد وده الاقصى ليميت بتاعه. خلاص؟ طبيعي ما هي ايه؟ هتبقى اقل من واحد لان ده واحد ناقص. خلاص؟ ناقص ايه؟ الاكسنتريستي على ايه؟ طيب لو قلنا ان انا عندي الاكسنتريستي دي ثابته مش هقدر اغير فيها، انا مديك انجل معينه او هي دي الانجل اللي انت طلعتها في التصنيع. يبقى انا عشان احسن الفاكتور ده او اخليه يعلى. يعلى ازاي؟
في بعض الاحيان بقى ما بيبقاش الكروس سيكشن بشكل يعني ايه ايديال زي اللي احنا شفناه من الانفتاحات على نفس الايه على نفس اللاين. ممكن الفتحات دي مش شرط ان هي تبقى كده خلاص، ممكن في بعض المسائل او بعض الاحيان ان هو يضطر ان يعملها استبعد خلاص. طيب في الحاله دي بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ عندي في مصاريف للمشكله دي، يعني ممكن يبقى عندي كروس سكشن ده ممكن هو ده اللي يبقى كريتيكال، يبقى الاريا دي بنص ماس الاريا بتاعت البورد دي كده، ودي تبقى اريا نت لوحدها واريا افكتف، ولو ده بيدي يبقى اريا افكتف اريا نت في واحد خلاص. والمسار الثاني ان ده كده يحصل في الفيلير هنا. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على اليد لينس سيت، انا بتكلم على الفاكشن. اليد لينس سيت ملوش دعوه باي فتحات هنا، هو بيتكلم مع الاريا يبص على طول وخلص خلاص. طيب في الحاله دي كده هو نفس الكلام، اريا جروس ماس عدد المودز الموجوده عندك خلاص. بس هنا في جزء زياده هتعامل معاه ازاي؟ ده الجزء الزياده ده هيتضاف عندك لقيمة الاريا بالشكل ده، التخانة بتاعت الجيت او بتاعت الاجل خلاص، في سميشن عشان لو عندك اكتر بقى من الاثنين خلاص، في سميشن اس سكوير خلاص، دي اس سكوير اربعة الله.
أشهد أن محمد
عشان عشان كده ستيل هنا اليوم بتاعتك واحد.
الفورس كلها لسه متوزعه على كامل القطاع. الحته اللي ابتدى يظهر بقى فيها ان هي مش على كامل القطاع، حته مسافه مفيش اللي هي بس اتصالات محب بس، فدي مش هتلحق تعمل لي مشكله، لان اوريدي لو في مشكله هيبقى اللحام خلاص اتخلع خلاص. لكن هنا هنا من قبل ما اوصل للحته دي كده وانا في عندي اكسنتريسيتي حصل، القطاع ده بقى مربوط في الرجل اللي تحت بس والرجل الثانيه مش مربوطه خلاص، فبقت فيها ايه المشكله بتاعت في اكسنتريسيتي وفي طول شويه، فبالتالي كده في في يو اقل من واحد. لكن هنا فين المسافه بتاعتك؟ فين الهنج فين الاكسنتريسيتي بتاعت الجزء اللي مربوط؟ الاكسنتريسيتي من فين على هنا؟ خلاص فاهم. قبل المكان ده بيجي واحد كده انا ما عنديش اي حماد ولا اي توم جوينت ولا اي حاجه، نفس القطاع زي ما هو، فبالتالي الجزء بتاعتي هنا بكده واحد. حتى ده ما عنديش هنا تراكشن دي. انا ما عنديش توم جوينت خلاص، ده كده ممكن، بس ده حاجه مش يعني ايه مش طبيعيه اللي موجوده بشكل خلاص. طيب يبقى ده كده بالنسبه للحام لو عايزين نحسب عليه. طيب باقي الاشكال عشان يبقى الموضوع كده خلص، لان احنا عندنا مساله تحديدا على الشكل ده. هنا ببساطه زي ما القطاعات بتاعت الانجلز دي ليها جداول، قطاعات الاي سكشن والشنل دي ليها جداول خلاص. طيب لما هتبقى عندك انجلز زي كده وده موجود عندك في الشيب ومربوطه هنا، انا هديك السؤال بتاع عشان ما تخشش الجدول وتتعب نفسك، وتديك اللاين دي اللي هي البص بتاعتها كذا، وتديك هنا الفيكس دي اللي هي السنتريست بتاعتها كذا، وتديك مكانه الوجه بتاعها كذا. يعني دي موجوده عندك في الشيء. وبرضه تعويض مباشر في المعدلين اللي هم عندنا. دي الترنت سي والسترنت والفراكشن ترنت سي. بس. هي البص خلاص موجوده في الفيلد اللي انا مديه لك في الفايل اللي هي 85% بقى عندك السترنت سي. الفراكشن عندك الفايل بتاع 9.10 والاف اكتر برضه الستيل موجود، يبقى الاف اكتر موجوده. اريا افكتف عباره عن يو فين في الاريا افكتف. اريا افكتف هي اريا جروس ناقص الفتحات اللي عندك، فانا بديك دامت المسمار وبديك مكانه الويب ده عشان تقدر تحسب ليه اريا افكتف خلاص كده. واليو خلاص عندك ده، وعندك كل الجوينت انا مديهالك في فيو ثانيه، لان الجوينت دي من اول مسمار للثاني للثالث كام المسافه هتجمع وتحسب كل دي الجوينت. فعندك كده عندك الايه؟ اليلد ستريس اليلد ليمت ستيت بتاع بتاع الكروس سكشن ده والفراكشن بتاعه، الاصغر من الاثنين ده اللي يقدر يستحمله خلاص؟ ممكن بس كده تبص على اللي المفروض في المساله دي كان ايه؟ ان انت تحسب السترينس بس ولا حاجه ثانيه؟ طبعا ده هنا جدول موجود في الكود للناس اللي ما بتحبش تحسب وتوجع دماغك، بس ده مش معقول غير مثلا لما تكون مزنوق يعني في 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 ان انت ترد على حد بسرعه. ما عندكش وقت ان انت تقعد تحسب خلاص؟ فانت عشان الكلام ده تستخدمه ادي قيمه يو وادي الكونديشن بتاعتها وادي الافكتف بتاعتها تساوي. طبعا هنا الاريا افكتف في الحاله اللي هي اول حاجه اللي احنا لسه هنشوفها ايه؟ يو بتاعتها بواحد، وبالتالي الاريا افكتف هي اللي هي الاريا نت بدون اي ريدكشن. الكيس دي بيقول لك فور رول تايبس كروس سيكشن ويل ذا تنشن از ترانسميتد دايركتلي باي اول كروس سيكشن اريا. يعني الكلام اللي احنا قلناه، اي حاجه هتلاقي الكروس سيكشن بالكامل متربط او ممسوك او متثبت في الكونكشن بتاعته يبقى اليو بتاعتك واحد خلاص. لو الحاجه دي لقيتها عندك في مساله او في حاجه انت بتصممها يبقى اليو بتاعتك هنا كام؟ واحد. طيب حاجة تانية البس بليتس، احنا قلنا البليتس ما هيش سايد تانية، هو سايد واحد اللي هتبقى موجودة فيه، فخلاص كده ما فيش فيها مشكلة ان فيها ايه تيم تو اقل من واحد، لا اليو بتاعتها بواحد خلاص. وبالتالي ده ينطبق على حاجة اسمها السبايس، لان السبايس دي بتبقى مجموعة بليتس برضه محطوطة سواء في الايه الفلانجا او الويب، وبالتالي دي كمان التيم بتاعتها بواحد. طيب الرولد اي سكشن، طبعا الرولد اي سكشن زي الاشكال اللي احنا شايفينها دي، الاي سكشن او الشانل او الانجل او اي حاجه من الحاجات دي قطاع جاهز بالشكل ده خلاص. طبعا لو متثبت في ناحيه واحده او مش متثبت في الناحيه الثانيه خلاص، هو في رابطها في العرض بتاع القطاع على الدبس بتاعه
خلاص. يعني احنا لو بنتكلم باي سيكشن، عرض الفلانجو على الاتش بتاعت الهاي سيكشن ده هي البي على دي، لو اصغر من 67% يبقى اليو بتاعتك واحد، اكبر من الرقم ده يبقى بوينت 9. خلاص كل القيم دي تقريبيه، لكن لو انت حسبتها من الايكويشن ده الاكزاكت بتاعها، ده الصح بتاعها. خلاص يعني الجدول ده مش ملزم ليك اكتر من هو بيحاول يساعد في الحل الحاجات اللي هي محتاجه وقت بسرعه والحسابات مش متوفره. خلاص يعني ده ممكن يفيد اكتر لو في مثلا واحد منهم كان في الموقع وفي مشكله في الكونكشن، هو ما عندوش الجداول دي، فانا هعمل ايه؟ خلاص لو عنده الجدول ده ومصوره على التليفون سهل ان هو خلاص ده دي فيها كام مسمار فيها كذا، طيب العرض بتاعه والطول بتاعها يبقى له كذا ويحسبها ايه بشكل سهل. خلاص كده؟ طبعا ده يعني عشان انت تحفظه هيبقى حاجه صعبه، لكن الايكويشن 1 ناقص اكس على ان دي سهله ان هي تتحفظ. دي حاجه ثانيه. طيب هنا بقى الحسابات، ادي اكزامبل اهو. الساعه كام؟ طيب بص احنا تقريبا كده ايه نخلص اللي جه المحاضره. ادي اكزامبل اهو، عندنا هنا الانجل اللي موجوده نفس الانجل اللي كانت في اكزامبل الثاني اللي هي ايه 77 وستيل 37. خلاص بس هنا بقول لك ان المسمار بتاع الدفتر 16، وبالتالي كده الثاني زي ما قلنا ده كده بيترجم عندي دي اللي بص هجيبها من الجدول، وده كده يجي كتير ويتقدم ويكون، وده الدايمتر ده يبقى معناه ترجم عندي الدايمتر بتاع الهوت بتاعه بيساوي ايه؟ وبالتالي كده يبص ناقص كيل دايمتر الهوت كانت الحاجه دي ده اللي يبقى. خلاص كده؟ وبرضه دي موجود بقى الفراكشن ترجم الكيل يبص ويكيل دي اللي هي بتساوي اكس انفستيك او الاكس اللي انا عايزها عشان احسب الحاجتين دول انا هجيبهم من الجدول بتاع الزاويه. خلاص كده؟ طيب اول حاجه بقول لك احسب الشيب لاج، وبرضه ده حاجه مش هتختلف في المساله، يعني مش هيبقى عندك سؤال في الامتحان احسب الشيب لاج. لا فده هنا عشان الشرح، فانت ايه خطوات المساله دي اللي هتعملها. وبعدين وبتنقل الفاليو دي من الجدول، يعني مره احسبها مره خد القيم اللي في الجدول عشان تعرف مدى الفرق. طبيعي ان بتاعت الجدول هتدي قيمه اقل مش اكبر. خلاص؟ عشان كده هي تقريبية مش قيمة ثابتة. طيب ادي كده المسألة عندنا. الطول بتاع الكونكشن هنا كام؟ ال جوينت. ال جوينت هنا السنتر أول مسمار، السنتر آخر مسمار. طيب المسافة ما بين كل مسمار والتاني 80 مللي. يبقى ال جوينت بتاعي 160 مللي ده 16 سم. ادي ال جوينت. الاكس بار ده من الجدول بتاع الزاويه اللي هي الاكس انفست بتاعتها 1.97. خلاص؟ وتاني ركز لان دي بتبقى فيها مشكله. احيانا في الامتحان نجيب مساله ان ايكوال انجل. خلاص؟ ان ايكوال انجل يعني التو ليج مش زي بعض. وبالتالي بقول لك ان الليج دي كده هيترمت فيها مثلا مسمار قطبه كذا. انا بقصد اقول لك المسمار لان المسمار ده ما ينفعش يترمت في اي ليج من الاثنين. خلاص يعني ممكن اقول لك دايما المسمار ينفع يتربط في الرجل دي لو هي مثلا 6 سم، ما ينفعش يتربط فيها لو هي 5 سم مثلا. فبالتالي لازم انت تبقى واخد بالك من السؤال عشان تبقى عارف ده هيتربط في انهي رجل، لان هي لو عندك ايكوال يبقى معناه ان عندك اثنين دي واحده كده واحده كده الاثنين مش زي بعض. خلاص ودي اللي انت هتستخدمها فين؟ في الجوينت بتاعتك تطلع منها اليوم. خلاص لازم تشوف بقى ده هيتربط في السايد ده عشان تاخد الفيكس بتاعتك كده، ولا هيتربط في السايد ده عشان تاخد الفيكس. فلازم تبقى واخد بالك المشكله دي ما تبقاش موجوده في الايكوال انجل. ليه؟ لان الاثنين زي بعض، فبالتالي مش هتفرق، مش هيبقى فيه يعني حتى لو انت خدتها بالغلط هتطلع صح. خلاص لكن هنا ده اللي بيبقى فيه مشكله. هي يا ريت بس نركز لو عندنا حاجه شفناها في الشيت او فين في الشيت مساله على طول. خلاص طيب يبقى دي عرفنا نجيبها منين. خلاص كده دي اتحسبت، وجرب بعد كده تعويض مباشر فين في الايكويشنز اللي عندنا عشان اطلع الفراكشن والليل ليمت ستيت واشوف ايه كريتيكال.
اديتك الارقام دي او اديتها لك حتى زي ما هي كده سمبل، قلت لك احسب لي السي جي بتاع الشكل ده. المعادله زي ما انت خدتها هناك، كنت بعد كده تقول مثلا انا عايز من هنا واعتبر ده السي جي بتاعي، الاريا دي الدخانه دي بنص الارتفاع زائد الاريا دي الدخانه دي بنص الارتفاع على صفحه الكوميونتي، هجيب لي مثلا السي جي. وبالعكس كده من الفيس ده هجيب لي المسافه دي. هما دول اللي موجودين عندك بجد. ايوه في كده ولا نان ريكول في كده ولا لا؟ اي اكس معناها المسافه على محور اكس. خلاص؟ لا دكتور في الرحله بتاعتي ماسك البليت ده ولا نعرف يعني ايه؟ مش فاهم. انت بتقول على حسب كتر المسمار يعني بنحدد الاي اكس كام كتر. او ما لسه هتاخد انت ايه اللي يخليك تعرف ده يضرب هنا ولا لا. بس يعني انا بقول لك من دلوقتي عشان تبقى ايه يعني متحفز كده، لما تيجي المعلومه دي كده تبقى انت جاهز ان انت تستقبلها. خلاص كده؟ طيب يعني هنا هيحسب بقى الكلام ده طبقا للايكويشنز، تعويض مباشر في اليلد ليمت ستيت والفراكشر، ويطلع هنا الاستريس بتاع الايه؟ القطاع. نرجع تاني، دي كانت الصوره الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها على الصغير. قلنا عندنا في تنسايل ستريس اللي هو كان في مرحلة بتاعت الجلد ومرحلة الايه؟ الفراكشن. زي ما قلنا الجلد ده بيحصل للكروس سيكشن بعيد خالص عن الفرنس او بعيد عن النهايات، اي مكان في النص كده بتاع المنبر خلاص، في الكروس سيكشن او الكروس سيكشن كله ايه؟ شغال معاه. اما الفراكشن ده في الغالب بيبقى مرتبط بالكونكشن اللي هي في نهاية الايه؟ المنبرز. في فيلير تاني بيبقى مطلوب ان احنا نعمل عليه تشيك في النهاية بتاعت المنبر اسمه اشيل ده هنشرحه ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. وهنعرف الليمتيشن بتاع ايه؟ السليبرنس بتاع المنبر. الليمتيشن ده ببساطه كده يعني الطول بتاعه، لو الطول بتاع المنبر من الجوينت للجوينت ال خلاص؟ المفروض ال دي كده على الار اللي هي الريديوس اوف فيريشن للكروس سيكشن خلاص؟ المفروض ان دي تبقى اقل منها تساوي 300. فبالتالي عشان تعمل التشيك ده او تحقق المطلوب ده لازم يبقى عندك ايه؟ الطول بتاع المنبر. وبالتالي انتوا عندكم التراس حلتوه. او مثلا ممكن يبقى موجود في المساله بقول لك ان الاليمنت ده الطول بتاعه كذا، فيبقى الطول ده اصبح ايه؟ موجود. فيبقى بعيد خالص عن السترينث بتاع القطاع وان انت حققت الاريا بتاعته والكلام ده كله، لا كمان في ليمت تاني المفروض تتحقق عشان ما يحصلش فيه الساجن او المشكله بتاعت الايه؟ الديفليكشن اللي ممكن يبقى ظاهر فيه ده خلاص. لازم الريدس اوف جاليشن بتاعه يبقى قيمه معينه بحيث لما تحس بتاع ده ما يزيدش عن 300 خلاص. طيب ده كده هنشرحه المره الجايه ان شاء الله من اول الجزئين خلاص. حد هنا كده في مشكله؟ طيب المفروض ان شاء الله الاسبوع الجاي هتسلموا ليه الريبورت اللي احنا قلنا عليه اللي هو مين ستاتيكال سيستم للستيل ستراكشر. والمفروض ان شاء الله الاسبوع الجاي هتسلموا باقي مسائل الشيت بتاع التنشن ده محلوله كامله. و حلو قوي الاثنين النهارده. وهتسلموا هتسلموا المره الجايه الديزاين بتاع التنشن ممبر في البروجكت اللي معاكم اللي هو التراس اللي انتوا حليتوه وحسبتوا ليه ديزاين فورسز ده. هتصمموا الممبرز بتاعته. طبعا انت مش هتصمم كل الممبرز عشان بس يعني ايه شايف ان الموضوع كبير. ازاي الترس الترس اللي عندنا ده كان الزمان بتاعه كده؟ 24 24 صح؟ طبعا التقسيمه بتاعت الترس نفسها كل واحد فيكم المفروض يقسمها بالشكل اللي هو شايفه. طيب لكن لو احنا بنتخيل كده مع بعض، لو قلنا مثلا ان احنا كنا مقسمين ده كل 3 متر او 24 على حسب البريسنج اللي انت حاطيه في الهورزونتال بريسنج خلاص. فمثلا الهورزونتال بريسنج لو انت حاطه مثلا على مسافات كل 6 متر مثلا بالشكل ده كده
فهي ثلاث حالات كل مجموعة من هذه المستندين موقع الريسم دي ممكن تعتبرها فيها زايمر. يعني مش مفروض مثلا لو انا هنا ما بين الموجودين دول عندي ثلاثة دول خلصين اصلا من ده وده وده. لا انا هشوف الكبير من المجموعة دي كده مصممها. طبعا انا بتكلم على التنشن. واصل الكومبريشن للمرحلة بتاعته. ده كده بالنسبة للمين؟ طبعا ده يبقى عندك التنشن موجود هنا مش ممكن. واصل؟ فيبقى ده كده كل مجموعة كده ممكن يبقى ده طلع الثاني الثالث الرابع. أربع خطوات بالكثير للإيه؟ للكورد بتاعك ده. طيب في عندك حاجات تانية عليها تنشن اللي هي دياجونالز. خلاص؟ برضه نفس الكلام ممكن مثلا دياجونال والثاني والثالث يبقوا نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ لأن هو كده أنت مش هتعمل تصميم. كده أنت مصممتش حاجة. سؤال. ليه بتاخد تصميم أصلا؟ لا بقول انت بتعمل ده يعني بص اقل شغلك كده خلاص. وبالتالي الهدف ان انت تحل كتير خلاص عشان تبقى عارف يعني ان انت طبقت الحاجات صح. كل ما تطبقها اكتر خلاص هيبقى بالنسبه لك في الامتحان او اي حاجه زي كده كلها سهوله. لكن لو خدت بقى على موضوع اكبر واحد وبتاع لحد ما تخرج وتشتغل طول حياتك هيبقى هو اكبر حاجه خالص.